اهلا بيكم في ليله من ليالي التتويج، اهلا بيكم في الاهلي خط احمر. وفعلا سله النادي الاهلي النهارده كانت خط احمر. اهلا بيكم في ليله كل الاهلاويه سعداء فيها، حققنا فيها انتصار مهم جدا، بطوله كان فيها قدر للنادي الاهلي انه يغير كتير جدا من الصوره الذهنيه للعبه كرة السلة داخل النادي الأهلي، وحسنا فعل النادي الأهلي في ليلة كل الأهلاوية فرحانين فيها. أهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وبرنامجكم الأهلي خط أحمر. لكن فريق السلة النهاردة بالأصفر هم أبطال العرب للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي. بالتأكيد الفريق ده خد تعب كبير جدا في تكوينه، الفريق ده استعنا بلاعبين وقدرنا نكون اسكواد قوي جدا من فرق السلة الموجودة حاليا في الوطن العربي. البعض كان بيخرج ويقول فريق السلة في النادي الأهلي اتصرف عليه مبالغ كبيرة، أين البطولات؟ النهاردة بنجيب بطولة كبيرة، بطولة لأول مرة بتدخل دولاب بطولات النادي الأهلي. النهاردة الأهلي أو سلة الأهلي هم أبطال العرب. أهلا بيكم في قناة الأبطال.